إعادة الإدماج المجتمعي. كيف يمكنك إعداد مشروع فعال لإعادة الإدماج المجتمعي؟ عادة ما ترتبط استدامة إعادة إدماج العائدين ارتباطاً وثيقاً بالمجتمعات التي يعودون إليها. يمكن للمجتمعات التي تتمتع بشبكات اجتماعية قوية وإمكانية الوصول إلى الموارد أن تقدم الدعم والحماية للعائدين وأن تستفيد هي نفسها من عملية إعادة الإدماج. ولكن عندما تكون المجتمعات غير قادرة على توفير الدعم والحماية، يمكن أن تكون تجربة العودة عامل خطر لكل من المجتمع والعائدين. إن المنافسة الاقتصادية المتصورة أو الفعلية على الوظائف والضغوط على الخدمات والبنية التحتية في مناطق العودة المرتفعة ووصم العائدين كلها عوائق محتملة أمام عملية إعادة الإدماج المستدامة. هذا هو الوقت الذي يمكن أن تحدث فيه تدخلات إعادة الإدماج المجتمعية فرقاً. من الممكن أن تشتمل التدخلات المجتمعية على مجموعة واسعة من الأنشطة، على سبيل المثال إنشاء مبادرات لخلق فرص العمل وتعزيز الحوار بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية صغيرة الحجم. ومن الممكن أيضاً أن تختلف مناهج المشروع. دعم العائدين لإقامة مشاريع جماعية مع أفراد المجتمع أو إنشاء مشاريع مجتمعية جديدة أو تضمين العائدين في المشاريع المجتمعية القائمة. وبشكل عام، تهدف جميع مبادرات إعادة الإدماج على مستوى المجتمع المحلي إلى المساهمة في بيئة مواتية لإعادة الإدماج المستدام في مجتمعات العودة وتعزيز الإدماج وتقوية قدرتها على الصمود. كيف يمكننا إقامة مشروع فعال لإعادة الإدماج المجتمعي؟ 1- التشارك مع أعضاء المجتمع بحيث يصبحوا أصحاب مبادرات إعادة الإدماج. المفتاح هو استخدام الأساليب التشاركية لتعزيز الملكية المحلية بين العائدين ومجتمعهم. منذ المراحل الأولى من المشروع، من الضروري للغاية أن يشارك العائدون وأعضاء المجتمع في رسم الخرائط وتقييم وتصميم المبادرات، وكذلك في صنع القرار ليكونوا قادرين على التأثير على الأولويات وهياكل التنفيذ وتنفيذ المشروع نفسه. يعمل هذا النهج على زيادة الشعور بالتمكين والاعتماد على الذات والملكية، وكذلك إدراك أن الجهات الفاعلة المحلية على دراية بالاحتياجات التنموية والبيئية المحلية. وفي نهاية المطاف، هو يساعد في تعزيز الاستدامة بعد انتهاء المساعدة. 2- اكتساب فهم عميق للمجتمع. تبدأ المشاركة عند تحديد احتياجات المجتمع وتأثير العودة على المجتمع بأكمله. نحن بحاجة إلى اكتساب فهم عميق لديناميكيات المجتمع من خلال تحديد سمات المجتمع وتقييمه بشكل جيد. تحدد ملامح المجتمع، احتياجات وموارد المجتمع وتأثير العودة عليها. على سبيل المثال، يمكنك رسم خريطة للقطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تقدم أفضل الفرص للنمو والتوسع والقدرة على استيعاب العائدين والمساعدة في تعزيز المواقف الإيجابية بين المجتمع. تزودنا التقييمات بمعلومات عن الفجوات القائمة وأوجه التآزر المحتملة، وتساعدنا على فهم مكان ونوع المساعدة التي ستكون أكثر فعالية. 3- تعزيز التآزر الاجتماعي بين العائدين وأعضاء المجتمع. غالباً ما تكون ديناميكيات المجتمع معقدة وليست دائماً مواتية لإعادة إدماج العائدين، حيث تعتمد مشاعر الانتماء لدى العائدين على العديد من العوامل، مما في ذلك الوقت الذي يقضونه في الخارج وتجارب الهجرة. إن تمكين العائدين من مشاركة خبراتهم مع مجتمعات العودة وبناء شبكات اجتماعية يمكن أن يزيد من قدرتهم على الصمود من الحد من الوصم عن طريق تعزيز التفاهم والقبول من المجتمع. ومن الممكن القيام بذلك من خلال فعالية مخصصة لزيادة الوعي أو من خلال تعزيز مساحات الحوار والتبادل على المستوى المحلي. من الناحية العملية، يمكن تعزيز عملية التماسك بين العائدين وأفراد المجتمع من خلال تطوير المجتمع التي يمكن أن تشمل عمليات مثل أحداث زيادة الوعي، تحديد الأولويات، تخطيط وتنفيذ ومراقبة تقدم المجتمع، آليات دعم الأقران، شبكات المجتمع التي تم إنشاؤها على أساس التعبير الثقافي والفني والمادي. لمعرفة المزيد عن إعادة الإدماج المجتمعي
راجع كتيب المنظمة الدولية للهجرة لإعادة الإدماج.